ناخد سؤال تاني من المتابعين. أنا كتبت إيصال أمانة على شخص كتب التاريخ في الإيصال، المحامي بيقول مش هينفع نرفع جنحة قبل التاريخ، وفي محامي تاني بيقول مش هينفع نهائي، أنا عايز أعرف إيه الصح. طيب شوف، إيصالات الأمانة دي عقد من عقود الأمانة اللي احنا بنقول عليه عقد من عقود الأمانة الخمسة. يعني إيه إيصال أمانة؟ يعني أنا القانون قال إيه؟ إذا وجد عقد من العقود الخمسة اللي هم عقد العارية في الاستعمال أو الوديعة أو الإيجارة أو الوكالة، تمام، أو الإيجارة، يبقى وحصل عليه مشكلة يبقى عقد من العقود دي نبقى بصدد جريمة خيانة أمانة. طيب إيصال الأمانة ده عقد إيه؟ عقد وكالة، وكلتك إنك تدي اديتك الفلوس دي عشان تديها لعلي، فانت النهارده دي وكاله. تمام، يعني حتى لو كان الاصل غير كده بس عشان الناس تفهم، هو حد بيمضي لحد وصل امانه ده بيني وبينك، حلو، انما القانون بيحسبها حسبه تاني. انت حضرتك، هو في اصلا في مصر واحد بيدي واحد 100,000 جنيه يقول له وديها لاخويا او ابن عمي او طبعا. او او لا. ويبقى مش ضامنه ويقول له اكتب لي بيها ايصال امانه؟ هي مع الاسف، تمام، هو هم الحياه العمليه مدركه والقاضي مدرك ان ايصالات الامانه دي بتتكتب على واحد ما لاقساط عند حد، بس ما اقدرش اقول كده. يعني لو القاضي تيقن ان ايصال الامانه ده ما كانش تسليم فعلا للفلوس يديله براءه، تخيل، دي كارثه. يعني انا ما اقدرش ادخل اقول ايه، طب ما القاضي عارف. لا، ما تقولش، ما تقوليش الكلمه دي، هو في ورق. القاضي لا يحكم بعلمه، يحكم بالورق. وعلى فكره، وحتى لو حكم بعلمه، ما هو ده مش عله ايصال الامانه. ايصال الامانه انا اديتك فلوس توصلها لواحد، انت خنت الامانه وخدتها الفلوس دي ليك. هو في كده في الواقع العملي؟ لا، 99.9 من 10 انا اكاد اجزم ان مفيش حد بيدي واحد فلوس عشان يعمل كده. ولكن واحد بيشتري ثلاجه، واحد وقفوا خبطوا بعض بحادثه، عملوا حادثه، قال له اكتب لي ايصال امانه عشان ما لو مشيت اعرف اجيبك. يعني بتبقى كل استخدامات الحقيقيه لايصال الامانه مش مغزاها اللي قال عليه القانون. ناس قعدوا في قعده تحكيم وقعده عرب، وعشان كده لو ثبت للقاضي ان ايصال الامانه ده، تمام، كان ناتج عن قعده مثلا عرفيه، وقالوا ان احمد هيكتب للاستاذ عمرو ايصال امانه ضمانه، وجم ناس شهدوا انه فعلا ما فيش تسليم فلوس، استاذ عمرو ده ياخد براءه. تخيلي بقى، ايصال الامانه ده ياخد براءه. نرجع بقى للسؤال. السؤال بيقول ان ايصال الامانه مالوش تاريخ يا جماعه. يعني السؤال ده بيتسال بالشكل، هو انا النهارده اديتك فلوس على سبيل الامانه، لما احب عايزها اطلبها. اقول لك اديني الفلوس، انت من حقك، هو انا اديتك حاجه كوكيل او كامانه هتقول لي لا انت قلت لي هرجعها؟ لا، ده امانه، ما فيش، انا بالنسبه لي لا ارى فيها مشكله تماما.